السلام ورحمة الله، أهلا ومرحبا بحلقة من محور الأحداث. محور الأحداث ضيفنا في حلقة اليوم الصحفي والسياسي أستاذ يوسف سراج. السلام عليكم أستاذ يوسف. مرحبا بك أستاذ أحمد، تحية. السياسة التصدية للدولة لتتماشى هذه المرحلة بمساعدة في معالجة هذه الاختلالات. تطلب الأمر التنسيق والتعاون التام بين الجهات ذات الصلة، واستقر رأي حكومة الفترة الانتقالية على تبني حزمة من السياسات والإجراءات تستهدف إصلاح نظام سعر الصرف وتوحيده، وذلك بانتهاج نظام سعر الصرف المرن المدار. في هذا الإطار صدرت وضوابط من بنك المركزي الموجهة للمصارف وشركات الصرافة لتنفيذ الرؤية الإصلاحية للدولة اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021، وذلك بتوحيد سعر الصرف. إذن صورة للبنك، صورة للمشاهد، صورة للإعلام. أستاذ يوسف سراج، بمعنى تعويم الجنيه السوداني، صدر هذا القرار اليوم من بنك السودان، كيف تنظر لهذه الخطوة؟ هناك إرهاقات ما قبل صدور هذا القرار بمسألة تعويم الجنيه السوداني للإصلاح الهيكلي للاقتصاد السوداني، ولكن اليوم فعلا الآن طلع القرار، كيف تنظر لهذه الخطوة؟ نعم، واضح أن الحكومة يعني مضت في سياسة إحداث الصدمات، وأفتكر أنه ده من القرارات التي تعتبر فيها صدمة، يعني أو ممكن التعبير عنها بفعل إحداث الصدمة. رغم أنه مسألة تعويم الجنيه واضح أنه هي كانت خطوة تنتظرها الحكومة أو مرحلة لم تبلغها طوال الفترة المضت. صحيح كما تفضلت أنه كان في إرهاصات من خلال واقع اعتماد الحكومة على سياسة ونهج التحرير. واضح انه فلسفه الحكومه في الفتره الماضيه اللي قامت على تحرير السلع رغم الممانعات، رغم الاحاديث هنا وهناك، لكن كان الواضح انه يعني قطار التحرير يمضي بصوره قويه جدا ووفق لي يعني رؤيه الحكومه بشكل واضح، في ظل نحن قياب جهاز تشريعي كان ممكن نشهد فيه تداول اوسع حول الموضوع قبل أن نصل هذه النقطة. لكن هي في نهاية الأمر أنا أعتقد أنه هو بالنسبة للحكومة يمثل إنجاز التعبير يعني آخر العلاج الكي، أنا مفتكر أنه ما في أكثر من كده. خلاص واضح أنه صحيح أنه هنالك مدارس اقتصادية كثيرة جدا تناصر هذه السياسة، سياسة تعويم العملة. الإرهاصات أيضا اللي كان رشحت هي من ضمن حاجات كان الحديث عن أنه البلد، واضح أيضا من البيان اللي فضلت بتلاوته أنه في إشارة لأنه نحن نشهد مرحلة جديدة ما بعد رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، بالتالي ده يعني فيه إشارة لأنه السودان بات موضع نظر للاستثمار للدول، يمكن حتى أنه يتسنى للسودان أن يحقق أو يستفيد تماما من مسألة رفعه من قائمة. سراج، يعني من خلال هذا البيان، بيان البنك المركزي، كما أشرت إلى وجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، في البيان يقول: تعمقت هذه الاختلالات بعد انفصال دولة جنوب السودان وذهاب معظم الاحتياطي النفطي لدولة جنوب السودان واستمرار عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي مع استمرار الحظر الاقتصادي الأمريكي في النظام السابق، ووجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب. هذه الأسباب، يعني الحظر الاقتصادي، وجود اسم السودان من قائمة الدول في قائمة الدول الراعية للإرهاب، انتفت تماما. يعني تم رفع اسم السودان، تم رفع الحصار الاقتصادي على السودان. صحيح انفصل الجنوب وذهبت موارد كبيرة وكثيرة جدا إلى دولة جنوب السودان، ولكن يعني مثل هذه الأسباب هل هي كافية لتعويم الجنيه السوداني، خاصة وأن اسم السودان قد رفع من قائمة الإرهاب؟ لماذا هذه الخطوة؟ يعني
نعم رفع اسم السودان من لائحة الراعي للإرهاب، وبالتالي يعني هو في عملية بتاعت السودان في الاقتصاد العالمي يعني، وبالتالي يعني لا يستقيم معه انه يكون في بلد عندها سعرين في العملة. المسألة دي طبعا هي نظريا غير مقبولة، او حتى هي تعيق اي فرص لانك تحاول ان يعني تحدث استثمار عبر رساميل أجنبية أو ما إلى ذلك. لا يمكن مسألة وجود السعرين دي مسألة فيها تشويه كبير جدا. واضح أنه ظلت الحكومة طوال الفترة المضت، بل والحكومات المتعاقبة يعني في الفترات الأخيرة، أنها تتحاشى مسألة التعويم أو الوصول إلى هذه النقطة بهذه الكيفية، لأنه لديها بلا شك أنه تداعيات وظلال أخرى يعني ستنعكس سريعا على السوق اللي ملتهب أصلا. أنا أفتكر إنه الإشارة هنا كان القصد منها إنه إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي أو التوازن، معالجة التشوه في مسألة وجود سعرين، رغم إنه سيكون هنالك مردودات سلبة لحد ما، رغم إنه أو في على الأقل في الفترة القريبة الأسعار ستتأثر بهذا الأمر، الصادرات ستتأثر، كثير من الأمور ستتغير وتتأثر في هذا المنحة. لكن هذا جانب. ايضا اخ احمد يجب ان لا نغفل هذا الامر دون ربطه بمساله السياسه الكليه بتاعه التحرير اللي مضت فيها الحكومه بهذا الشكل، ومساله مغازلتها للبنك الدولي او تناهيها مع سياسات صندوق النقد الدولي اللي ظل يراقب السودان بكل تاكيد من فتره، عينه على السودان من فتره منذ ان وافق السودان على اجراء اصلاحات في بنيه الاقتصاد. المسألة التي شفناها في سياسة التحرير مرة، رغم المعاناة رغم الأصوات العالية هنا وهناك، لكن كانت الحكومة تمضي غير مكترسة. أنا أعتقد أنه إن كان هنالك ما أخذ على الحكومة في هذا المنحة هو غياب الشفافية التامة في هذا الأمر. أفتكر أنه طالما أنه باتت هي المدرسة التي يعني آمنت بها ويجب أو ترى فيها المخرج الأخير لمشاكل السودان، كان يجب أن يصبغ هذا الأمر نوع من يعني الطرح الواضح، حتى أنه وصولنا لهذا القرار يكون في التوقيت المناسب، يطمئن حتى المواطن العادي لمستوى المعالجات للآثار والتداعيات المترتبة على مثل هذا القرار. يعني أنقل مستوى المعالجات هذه يعني المترتبة على المواطن وعلى حكومة الفترة الانتقالية. عبر الهاتف ينضم إلينا الخبير الاقتصادي دكتور السماني هنون. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم طبعا أنت مطلع جيدا، وكما ذكرنا البنك المركزي اليوم أصدر قرار بتعويم الجنيه السوداني أو تحرير سعر صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية. يعني تعليقك حول هذه الخطوة والمآلات التي يمكن أن تحدث. هذه خطوة حتمية لإصلاح الاقتصاد، وأنا أؤيد هذا الاتجاه، والحكومة أن تمضي في برامج الإصلاحات بالرغم من قساوة البرامج، بالرغم من التوقيت الغير مواتي، لكن في السودان ما عادت عندنا خيارات كثيرة، خياراتنا محدودة، ويجب أن نمضي فيها بكل عزيمة. الحكومة يجب أن تحرر أسعار الصرف في النقد الأجنبي، يجب أن تحرر وتقلل القيود الحكومية في التجارة في الاستثمار، يجب أن يتم إصلاحات جذرية. الدعوة التي يتبناها الاشتراكيون الجدد بالعودة لدعم السلع، هذه مضى عليها الزمن، ما عادت مقبولة في العالم، هذه مرحلة مر بها العالم وانتهت إلى حيث دارتها. هناك طريق أحادي أمام الشعب السوداني أن يمضي إلى طريق الاقتصاد السوق الحر الذي تتم فيه تحريض للأسعار وتعزيز للمنافسة وكسر للاحتكارات وفتح البلد أمام الاستثمارات الأجنبية لخلق الوظائف في الاقتصاد. البنك المركزي تأخر كثيرا، وظللنا نناديه عبر وسائل الإعلام للتصدي لمشهد الاقتصاد في السودان. إصلاح الاقتصاد ليست هي مسألة سهلة، إنما تتحدى إلى تعتمد على شخصية لها رؤية ولها مبادرة ولها أفكار بناءة لإصلاح الاقتصاد، لأن إصلاح الاقتصاد ليست بالمهمة السهلة، إنما مهمة شاقة بتحتاج لمفكرين مبدعين ولاقتصاديين حصيفين لديهم رؤية ولديهم عين صوفية لإدارة الاقتصاد.
ما سعى إليه البنك المركزي تأخر كثيرا، ولكن خطوة في الاتجاه الصحيح، وهي خطوة حتمية وإلزامية للسودان مع شركاء الجدد سواء كان في أوروبا في أمريكا في المستثمرين الجدد في منطقة الإقليم العربي والأفريقي. السودان محتاج لإصلاحات حقيقية ليودع قلالة الاقتصاد الإسلامي وكذلك قلالة الاقتصاد الاشتراكي، ويتبنى بشكل واضح قلالة الاقتصاد السوق الحر هو الذي يحقق النهضة للسودانيين. ليس هنالك أي نظام اقتصادي آخر يستطيع أن يفجر طاقات هذا البلد الغني غير اقتصاد السوق الحر، هو الاقتصاد الوحيد الأنسب للسودان، عشان ما نضيع وقتنا في جدل مع نشطاء ومع سياسيين وما نصل لأي نتيجة. نعم. السودان دكتور لن ينهض إلا في ظل اقتصاد السوق الحر في الأصدق. دكتور سماني، كل هذه الخطوات يعني في هذا الوقت بالتحديد ألا يحتاج إلى ضخ أموال حتى يعني لا يتأثر المواطن بهذه القرارات؟ السودان قلت لك مع خياراته محدودة، لكانت هنالك أموال فلتأتي. السودان ليست 60 سنة ليست لديه أموال عشان يضخها. السودان الوضع فيه ده هو ده الأنسب، وفي هذه الظروف تحديدا انت عارف هذا ان احنا الآن في الموسم الزراعي في نهايته، في صادرات جاية للدولة، في كثير من العائدات في هذه الفترة بالذات تحديدا تكون هي الأفيد للسودان. كل السودان ظروفه حرجة، السودان بيطلع من أزمة وبيدخل في أزمة، هذه land of crisis. هنالك تجارب دكتور، هنالك تجارب في دول أخرى يعني أخذت نفس هذا المنحة بالتحديد في تعويم العملة المحلية، ولكن كانت هنالك وعود وكانت هنالك دعومات مباشرة من البنك الدولي من المجتمع الدولي حتى يعني المواطن هنالك لم يتأثر كثيرا. الناس قد يتساءلون في يعني مثل هذه الخطوة بالتحديد، يعني هل فعلا الحكومة حكومة الفترة الانتقالية تمتلك أموال وأرصدة من النقد الأجنبي الآن؟ وطبعا نعلم أن الزيادة على الطلب سيزداد الطلب على العملات الأجنبية، من أين للحكومة توفير النقد الأجنبي في ظل سياسة تحريرية جديدة؟ إذا بتتحدث عن دولة غنية يا أخي من حيث الموارد، ثالث دولة في العالم من حيث الإنتاج الزراعي بعد كندا وأستراليا، هذه دولة غنية بالموارد المعدنية، دولة غنية بموارد بشرية، دولة ليست كسائر الدول، هذا العالم محتاج لها. هذه الدولة ظلت معزولة تماما نتيجة سياسات الكيزان السابقة، السياسات الإرهابية اللي كانت بتمارس في الاقتصاد وفي السياسة وفي الاجتماع وفي الثقافة. القرصنة الإمبريالية اللي مارسها الكيزان في الفترات السابقة عزلت الدولة من محيط الإقليمي والدولي، عودت لمرة أخرى بيحتاج إجراءات aggressive decisions اللي هي الإجراءات القاسية اللي تتخذها الحكومة الآن لتعيد للسودان مرة أخرى لوضع الطبيعي. السودان دولة غنية، الإصلاحات الاقتصادية الآن يتحمل هذه الإصلاحات الاقتصادية ويعمل سياسات مستدامة للأجيال القادمة. الوضع النظام الماركت فورسز السبلاي والديماند هو النظام الأمثل للسودان. ولكن هل البنية الاقتصادية السودانية مهيئة لمثل هذا القرار؟ البنية مهيئة، السودان ليس لديه وضع أحسن مما هو عليه، السودان دائما في ظروف كلها كريتيكال، السودان لن يكون هنالك وضع أحسن مما هو عليه الآن. فالقرارات الصحيحة أنها تتخذ أنه صحيح المسار ده في المستقبل. هذه دولة تعاني من فساد، دولة تعاني من تجنيب، حتى الآن لم يتم ريتراكينج بالنسبة للمؤسسات التجارية في الأجهزة الأمنية وغيرها، بتتأخر. الدولة لن تكون وضعها أحسن مما هي عليه الآن. الفرصة الأمام الوحيدة أن تمضي في الإصلاحات ده خيار السودانيين الأنسب لهم، وأي تشويش لمظاهرات وخروج أنا بفتكر عمل سياسي غير رشيد. وبالتالي صحيح أن نصبر على هذه الإجراءات القاسية ونتحمل النتائج الآثارها السالبة حتى ننعم باقتصاد مستقر في المستقبل، اقتصاد يتعافى فيه سعر الصرف، واقتصاد يستقر فيه التضخم، واقتصاد نصنع فيه الوظائف لأبنائنا الذين ظهروا وماتوا واستشهدوا من أجل هذا البلد، ونحقق فيه نمو إيجابي positive growth rate. هذا الاقتصاد الذي نتطلع إليه، هذا الاقتصاد لا يمكن يأتي بالأماني ولا يأتي من الخطب بتاع نشطاء سياسيين. هذا على سبيل الطموح والتطلع. أيضا نريد منك كخبير اقتصادي، ما هي المعالجات التي يعني يمكن أن توضع في يعني للمواطن السوداني؟ نعلم أن هذه السياسة التحريرية الجديدة لها آثار إيجابية كما ذكرت، هنالك أيضا آثار سلبية، ما هي المعالجات المطلوبة؟
اتفق معك، نعمل على تغليل الاثار السالبه بالنسبه للسياسات دي من خلال الدعم الاجتماعي اللي هو الترانسفير، نظام الثمرات، نظام السوشيال ترانسفير بتاع الحكومه لدعم الشرائح الفنرب والجروبس في الاقتصاد، وهذا امر حتمي بالنسبه لمصاحبه العمليه في الاقتصاد. تغليل الاثار السالبه ويجب ان توجه الدعم للمستحقين حقيقه في الاقتصاد، وان تكون هنالك احصائيات دقيقه لهؤلاء المستحقين، ويصلهم دعم مجزي انه يتمكن من مقابله الظروف الضاغطه نتيجه الارتفاع في الاقتصاد وغيرها، والحكومه ايضا تتخذ حزمه اخرى لتحد من كل الاثار السالبه لعمليه التحرير، اهمها كسر الاحتكارات. ظلت انا دائما اتحدث عن احتكارات المؤسسات الامنيه وعن احتكارات التجار وعن الاحتكارات، هدم والضرب بيد من حديد على الاحتكارات مدخل صحيح لإصلاح الاقتصاد. لا بد أن تعزز المنافسة التامة بقواعدها العشرة، الفري انتري وفري اكزيت والبيع والشراء والانفورميشن. الان انت تعرف تماما تدخل المؤسسات الامنيه بيحجز المعلومات عن المستثمرين، جهاز مثلا تنظيم الاتصالات هذا جهاز معوق للاستثمار، هذا جهاز ضد التوجهات بتاعت الحكومه نفسها، يجب ان يحل. الان ليس هنالك قايه من اي مؤسسه امنيه تعمل في الاستثمار، الاستثمار معلوماته بتكون ويل انفورم لايفري ون. وما علاقة هذا الحديث ب يعني تعويم الجنيه السوداني؟ يعني قد يتساءل علاقته بالاستثمار. الهدف من تعويم الجنيه السوداني انه بنحقق استقرار داخلي على مستوى الموازنه وعلى مستوى خارجي على مستوى الميزان المدفوعات، وبالتالي جذب الاستثمارات الاجنبيه. هؤلاء في الداخل يعوقون الاستثمارات الاجنبيه باجراءاتهم المقيده، الاجراءات الامنيه تحديدا. انا بتكلم عن المؤسسات الامنيه تطلع من الاستثمار نهائي لانه مجرد مشاركتهم في القرار. ابقى معنا دكتور سماني هنون، معنا في داخل الاستوديو الصحفي والمحلل السياسي والاستاذ يوسف سراج لبعض المداخلات والتعليق عما ذكرت. استاذ يوسف، كما سمعت من حديث دكتور سماني الخبير الاقتصادي، ماذا استنتجت يعني؟ وهل لديك سؤال مباشر ايضا تود ان تتقدم به يعني للخبير الاقتصادي؟ نعم، واضح انه دكتور السماني هو من انصار هذا التحرير وهذه السياسه وهذه المدرسه، ومؤكد انه بكل يعني في كل الاحوال هو تهدف في نهايه الامر الى تحقيق الاستقرار والنهوض بالبلاد، ده امر لا خلاف حوله. لكن ما نتحدث عنه والآن هو ركز على مسألة فتح البلاد للاستثمار والاستفادة من الظروف الحالية وما إلى ذلك. لكن السؤال، هل تم تهيئة البيئة الداخلية لتحقيق هذا الأمر؟ هل يعني نتوقع مثلا وصول مستثمرين وإحداث استثمارات كبرى يعني تكون لها عوائد وحوائص حاصل صادر، ونتوقع أنه يكون في يعني احتياط نقدي؟ كل هذا الأمر هل يتأتى دون إحداث الأرضية المناسبة داخل البلاد؟ يعني اللي هو معلوم الآن عندنا إشكالات كبيرة جدا في القوانين. الآن هي مرحلة بتاعت مرحلة انتقالية، شفنا المعاناة فيها مرحلة تأسيس. حتى الآن قوانين الاستثمار السابقة كانت واحدة من المعوقات، رغم أنه الوقت ذاك السودان كان تحت يعني طائلة العقوبات. الآن ما شفنا حاجة ملموسة في هذا الاتجاه. التفكير الاستراتيجي ذاته في أنه الدولة حتلجأ للاستثمار البيعود بسرعة بعوائد مغدرة، هل هو في الزراعة فيما إلى ذلك من أو قضايا في التعدين فيما إلى ذلك، كثير من القضايا. أفتكر أنه هي تحتاج وصفة واضحة جدا من الحكومة في هذا يعني هذا الأمر. أيضا التركيز ليس فقط في مسألة الاستثمار، أنا أعتقد أنه في جانب آخر يجب أنه ما نغفله، وحدي برضو من اللي نفتكر أنها هي مزايا هذا التعويم، باعتبار أنه السوق الحر كان غيب عوائد السودانيين المهاجرين والمغتربين، يمكن كانوا بيلجوا للسوق الحر في التعاملات. الخطوة المناسبة، هل تم يعني تأسيس كامل حتى أنه عوائد هؤلاء المغتربين تصب مباشرة في الأجهزة المصرفية الرسمية حتى أنه تضع الحكومة يدها على احتياطات؟ أنا هذا الأمر أربطه بالتجربة المصرية كأقرب تجربة لنا. مصر دخلت في مسألة سياسة التعويم يمكن في 2016،
ويمكن هل نجحت التجربة في مصر؟ لحد كبير جدا الآن في استقرار في سعر الصرف الجنيه المصري، رغم أنه كان في هزة عقب في بداية 2016، لكن بحلول 2017 بدأت مصر تدريجيا الآن وضعها في استقرار كبير لحد. أيضا استفادت مصر، لأن مصر معلوم أنه عندها يعني تعتمد على مدخرات المغتربين، ودي مسألة كبيرة جدا اعتبار أن مصر تعداد السكاني عالي، ومعظم يعني يمكن يكون لديها يعني مهاجرين كثيرين جدا من خلال احتياطات النقدية. بس نفتكر أنه غفزة كبيرة جدا خلال عامين وما إلى ذلك، ده حدث لها استقرار. هل نحن أيضا لدينا أبناء السودان بالخارج، ودي أعداد ما سهلة، يمكن تقدر بما أقل من 10 ملايين سوداني خارج البلاد، دي اللي يتحصلوا عوائد بالعملات الحرة. هل يعني الآن بعد التعويم خلاص كان هو يلجأ المغترب لأنه يحول عملته ويتعاطى ويتعامل مع السوق الموازي للمصلحة المعروفة في هذا الأمر، الآن بات السعر موحد، هل هنالك يعني حوافز تجعل المغتربين كل عوائدهم بيد الحكومة والأجهزة المصرفية الرسمية؟ نعم. دكتور هل أنت معنا؟ نعم أيوة معك في الخطوة التالية. نعم، يعني سؤالي لك هو يعني إلى أي مدى يمكن أن ينجح هذا القرار في كبح جماح ارتفاع الأسعار والتضخم؟ طيب في أي قرار زي كده عندنا 3 سيناريو، عندنا الجود سيناريو والنورمال والباد سيناريو، 3 حالات. في حالة السيناريو السيء أنه يفشل هذا التعويم ويؤدي إلى انتكاسات سالبة في الاقتصاد ويتصاعد التضخم ويكون في حالة انفلات تام في الأسعار وفي فوضى اقتصادية إذا فلت، ده الباد سيناريو. النورمال سيناريو أنه يمشي حسب هذه الرؤية اللي حددتها الحكومة ويحقق المقاصد. الجود سيناريو أنه يحصل فلوريشنج في الاقتصاد ويبدأ النهضة الحقيقية اللي بنطلع عليها في المستقبل. أعتقد أنه هذا الإجراء إجراء ضروري، لا بد أن تصاحبه إجراءات أخرى. تحدثنا عن تغيير العملة، لا بد أن يحصل ريتراكينج للكرنسي، القروش كلها تمشي للبيت للجهاز المصرفي وما يكون في قروش لافة برة ساكت عند الببليك عند الجمهور. القروش يجب أن يحصل لها ريتراكينج وتدخل للجهاز المصرفي عشان البنك المركزي يتحكم في التضخم وما يعمل ريليس لأي جنيه واحد إلا بطلب حقيقي في السوق، والعملة يتحكم فيها ما تكون في أيادي المضاربين. نحن بنعيش على رحمة المضاربين. الآن الإجراءات دي لو تمت أخي الكريم سيتعافى الاقتصاد السوداني وسيعود قويا مرة أخرى للمشهد، لأن هذا اقتصاد دولة غنية ليست دولة فقيرة. بالتالي الأسامشن أو الافتراض الرئيسي إنه هذا الاقتصاد الغني بيحتاج لاقتصاد السوق الحر، أي فرضية غير كده ما حتأدي لنتيجة. جربناها في الشيوعية وجربناها في الإسلامية كلها فشلت. الحل الوحيد أمامنا أن نمضي في الإصلاحات في سعر الصرف، وأيضا أن نعمل خطة جذب الاستثمارات لحل البطالة في الاقتصاد، ونعمل خطة أخرى ضمنيا حيتم معالجة التضخم في الدولة نتيجة الاستقرار وأداء الاقتصاد الفلوريشنج فيه، ومن ثم نبدأ نحفز اللي هو أنا أتوقع برنامج بتاع تحفيز بنسميه الاستيمولس بروجرام، برامج تحفيز للاقتصاد ليس سعر الصرف حسب، إنما يشمل أيضا التضخم ويشمل البطالة ويشمل النمو في الاقتصاد. البرنامج لابد أن يكون شامل، سميه حمدوك استيمولس بروجرام على شكل أوباما استيمولس بروجرام. في البرنامج ده بنستطيع أن نحل حزمة من الإجراءات، ليس سعر الصرف، لأن سعر الصرف جزء من كل الاقتصاد الكلي محتاج معالجة في مسار التضخم، استراتيجية مماثلة لزيادة الاستثمارات. لو كنا دارين حلول سريعة نمشي الخدمات، الخدمات خاصة مثلا الأجريكلتشر والإندستري، الاستثمار في السياحة مثلا، لماذا لا نفتح السياحة؟ لماذا لا نستثمر في الإدوكيشن التعليم؟ لماذا لا نستخدم في الخدمات؟ الخدمات خاصة في شهور. هذه تساؤلات يا دكتور، هذه تساؤلات، ولكن القرار صدر. أنت تتحدث عن لماذا لم يحدث هكذا وهكذا، ولكن القرار بتعويم الجنيه السوداني الآن صدر. نعم، ما نحن تكلمنا عن تعزيز الجانب الإيجابي والحد من السلبيات. السلبيات بتتمثل في التضخم، وضع خطة مصاحبة. هل نتوقع أن يحدث نوع من الاستقرار في سعر العملات الأجنبية مع التحرير؟ بعد شهر، أنا أتوقع بعد شهر 6 يكون في استقرار. بعد شهر 6 من الآن لغاية شهر 6. نعم أيوة.
وهل نتوقع أن 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 يعني هذا الاستقرار أن يظل مثلا الدولار اليوم في حدود يعني أعلى من 300 جنيه فما فوق ويلامس 400 وهكذا حسب المعلومات يعني لغاية شهر 6 كما تقول، هل نتوقع أن يستقر على هذا السعر أم سيتحرك؟ طيب الإجراءات يا أخي الكريم حديد من عرض النقد الأجنبي نتيجة تحويلات المغتربين، تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة نتيجة الصادرات السودانية، أتوقع زيادة الكتلة النقدية للنقد الأجنبي في الاقتصاد. الدولار هو زي البصل وزي الفول وزي السمسم، كلما زاد العرض منه في الأسواق أقل الطلب عليه وقل السعر بناء على ذلك. زيادة الكتلة النقدية، دخول اليونتامس أيضا في السودان بالفورين بيدفع بالدولار، أي إناي داخل في الدولة المتوقع هذه أنسب الأيام بالنسبة للسودان أنه يتخذ هذا القرار، وبالتالي الشيء طبيعي جدا أنه يكون في زيادة معروض من النقد الأجنبي خلال هذه الفترة نتيجة هذه الإجراءات، وتكون الأسعار مشجعة. أيضا من الفوائد الأخرى انخفاض قيمة العملة الوطنية بيؤدي إلى زيادة الصادرات، خاصة لما يكون الطلب مرن على هذه الصادرات في الأسواق العالمية. وبالتالي من خلال هذه الآليات تستعيد الحكومة إذا هنالك اقتصاديين حصيفين، اقتصاديين أكفاء لديهم مهارة الاقتصاد. ظلنا نتحدث عن هذا الكلام، ليست موظفين روتينيين يقبضوا رواتب، ناس لديهم مهارة يستطيعوا يقتنصوا الفرص من خلال التحولات الحاصلة في الحكومة، نستطيع أن نعزز العرض من النقد الأجنبي في الدولة، وبالتالي ستهوى أو أنا أقول لك تهوى أسعار الدولار. نعم. دكتور سماني إذا قسنا يعني مستوى أو سعر الدولار بالعملة السودانية نجد أن الفرق كبيرا جدا. يعني عندما يتم تحرير الأسعار وتعويم الجنيه السوداني معنى ذلك أن الدولار يصبح في يد كل مواطن سوداني قياسا على مستوى دخل الفرد الإنسان السوداني البسيط الكادح. يعني لا يوجد الآن يعني حتى الدعم وهكذا، يعني مع مستوى دخل الفرد. نعم أنا أوضح أنه من الذي يتضرر، من هم المتضررون من تحرير الجنيه السوداني وزيادة تضخم في الاقتصاد. يعني نريد توضيح فعلا نعم نعم، أصحاب الدخل المحدود هم الأكثر تضررا من الشرائح الأخرى. نعم. كذلك الأعمال الصغيرة ذات الرأس المال المنخفض في الاقتصاد، يعني الرأس مال $1,000 وتحت، وهذه ديب تضرروا من الزيادات الحادة في الأسعار لأنهم لا يستطيعوا أن يجاروا التغيير. من هم المستفيدون من هذا التغيير؟ أولا عندك حوالي 6 مليون فرد معدي انشغال في الذهب ما بتضرروا بالزيادات دي لأنه دخلهم مربوط بالزيادة في الأسعار ناس الذهب. عندك 10 مليون أسرة سودانية عندها مغتربين برا بيحولوا بالفورين بالدولار، ما بتأثر بالتغييرات دي لأنه هو بيستفيد من التشنج الحاصل. عندك ناس هنا داخل السودان بياخذوا بالدولار سواء كان في المنظمات الدولية وغيرها اللي هم اليونتامس وغيرهم الجايين دين، ما بيتأثروا بالتشنج. التشنج أنا أتوقع أنه في حوالي 10 أو 15 مليون سوداني هم اللي بيتضرروا به. جيوغرافيكالي ناس الولايات ما حيتضرروا كثير، بيتضرروا ناس العاصمة. العاصمة يجب أن السياسات اللي هي للحد من السلبيات تتركز في العاصمة لأنه الفقر في العاصمة الآن. فبهذه الرؤية نستطيع أن نعبر زي ما بقول رئيس الوزراء. نعم. نستطيع كما قلت نستطيع أن نعبر. 10 مليون سوداني في ولاية الخرطوم حددت أمس يتم تركهم الخرطوم، الناس الدولار قاعدين في الخرطوم مع المنظمات والسفراء وغيرهم، في قطاعات دخل عالي في الخرطوم رجال اعمال ما بيتضرروا، في قطاعات كثيره. انا اتحدث عن القطاعات ذات الدخل منخفض، اتحدث عن القطاعات ذات الدخل منخفض كويس، ولا 3 مليون في الخرطوم او 5 مليون من 40 مليون دول الناس اللي حيكونوا تارجت للبرامج بتاع الدعم، او 5 مليون قول دول من 40 مليون نسمه بيستفيدوا من القرارات دي. طيب بتاع الماشية حيبيع ماشيته بأسعار مجزية، بتاع المحاصيل النقدية بيع بأسعار مجزية، طيب ده زي حامل المسك يا أخي، كله فوائد بالنسبة للناس. 5 مليون ندعمها، ندوهم دعم مباشر، ندوهم كاش نحول لهم عن طريق الثمرات، عن برامج الثمرات ندوهم قروش،
نحل المشكلة. ما ممكن 35 مليون ناخرهم ل 5 مليون، أو زي ما بيتكلموا الناس كل ما يرفعوا الدعم يقولوا الطبقة الفقراء، الفقراء كم؟ قول 10 مليون من 40 مليون، ال 40 مليون دين أمرهم ماشي طريقهم ساري. لا نتعامل مع ال 40 وندعم ال 10 مليون المتضررة دي بس. يعني كم يساوي يعني ثمرات بالنسبة للفرد السوداني يعني هذا البرنامج المطروح؟ والله تقريبا أنا اقترحت 10,000، قلت أنه في الظروف دي الأسرة تصل 10,000، ما هنا الأسرة الفقيرة. ومع تعويم الجنيه السوداني هل ال10,000 جنيه تعتقد أنها كافية؟ بفتكر أنها بتساهم في قضاء الحاجات الأساسية بالنسبة للأسرة. نعم، شكرا جزيلا دكتور سماني هنون الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا. أستاذ يوسف سراج، يعني هذا القرار طبعا سيحدث الكثير جدا من الجدل الاقتصادي والسياسي لما له من آثار مترتبة على حياة الإنسان السوداني، ولكن يعني بسؤال مباشر، كيف يمكن تجنيب المواطن السوداني يعني سلبيات هذا القرار؟ يعني دائما نتحدث عن المواطن السوداني حتى لا يتضرر كثيرا مع الضائقة المعيشية المستفحلة الآن. نعم، خلينا ننطلق من ما تكلم وتفضل به الدكتور. تكلم هو بنفسه غربي انه يعني مسألة ذوي الدخل المحدود سيكون عرضة للتأثر الكبير بالمسألة دي، وشاف انه المعالجة في برنامج ثمرات اللي هو مرتبط تماما بالبرنامج بتاع الموازنة الموضوعة اللي اصلا مبنية على السياسة بتاعت رشدة صندوق النقد الدولي اللي ما يعني اشار اليها بشكل واضح، لكن واضح انه يا كما تفضلت بالحديث انه الحكومة يعني تمضي في هذه السياسة دون اكتراث، يعني سياسة امر واقع باتت. هو تحدث عن مدارس فكرية وأيديولوجية في هذا الشأن وسياسة الاقتصاد الحر وما إلى ذلك، وإنه ده النهج العالمي اللي بات وكده، لكن في نهاية الأمر أيضا هنالك المدارس الفكرية فيها جوانب أخرى تدخل فيها مسائل كثيرة جدا. الأخلاق تقتضي حاجات كثيرة أنك أنت أيضا برضو تستوعبها معك. نحن مع السياسة بتاعت إنقاذ البلاد أو يعني إخراج البلاد من وهدتها الطويلة دي، وإنه صحيح متفق الجميع أنا أفتكر على إنه السودان بلد زاخر بإمكاناته، وهو كرر هذه العبارة بأنه السودان غني غني، الكل يعلم أن السودان غني في موارده غير المسيلة غير المستثمرة حتى الآن بالشكل الفعلي والجيد، لكن الغفز على هذه الأمور أيضا لابد أن هنالك ضحايا إنجاز التعبير يعني أو متأثرين بمثل هذه السياسات كل يوم، لابد أن تعطي أو تولي حتى لو كانت الفئة دي 1,000 شخص، لابد لك أخلاقيا أن تدرس كيفية معالجة أمورهم وإلى ذلك، ما بالك بملايين. يعني الأرقام دي طبعا هنا بتحفظ عليها اللي تحدث عنها هو في مسألة قطاع التعدين وما إلى ذلك. أنا أفتكر أنه نسبة الفقر في السودان نسبة كبيرة جدا، البطالة نسبة عالية جدا. أفتكر أنه القرار ده حيكون تتأثر به فئات يعني يصعب عليها حتى يعني قوت يومها في السلع الضرورية. فما يوسف هل نتوقع يعني انفلاتا في الأسعار مرة أخرى مع هذا القرار؟ أتوقع ذلك، وأعتقد أن الحكومة تفهم ذلك أيضا، لأنه واضح أنه من أسلوب الصدمة في هذا الأمر بالتالي تكون في مشكلة كبيرة جدا للتجار والمستوردين وما إلى ذلك. نحن حتى في القفزات العادية أخ أحمد في السوق الأسعار المتحركة تحرك السلع، ما بالك بهذه الغفزة الكبيرة سنشهد. لكن هل احتاطت الحكومة؟ هذا هو سؤالنا، هل احتاطت هنالك وضع عدة على احتياط نقدي كافي؟ لأنه مثلا الأهم عندك استيراد الأدوية الآن، سوق الدواء ده يعني هل أنت مؤمن يعني لهذه المسألة؟ كيف سيستمر الدعم؟ هل في دعم بعد هذه اللحظة ولا ما في؟ أسئلة كثيرة جدا أنا أفتكر إن تطيل على هذا المشهد. أتمنى إنه الحكومة وفق هذه السياسة اللي في النهاية تنشد منها إخراج السودان من دوامة التعسرات الطويلة. حسب بيان البنك المركزي طبعا يقول تعذر استفادة السودان من المبادرات الدولية الخاصة بإعفاء الديون مثل مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون المعروفة اختصارا بهيبط. يقول بعض الناس ان يعني هذا القرار يعني الغرض منه اعفاء ديون السودان الخارجيه.
هي الأمور لا تنفصل عن بعض، يعني هذه قرابين الآن تقدمها الحكومة وتمضي في هذه السياسة، لأنه واضح أنه هي ركزت على الخارج بشكل كبير، رأت في أي هي الحكومة الآن تنشد إن تحصل على يعني تمويلات، وده ما بتسنى لها في ظل كان وجود السودان في لائحة العقوبات، أفلحت الحكومة بشكل كبير جدا في إخراج السودان من هذه العقوبات، فتحت السودان على المجتمع الدولي بشكل كبير. لكن في نهاية المطاف أستاذ أحمد، أنا لا أرى إنه في بلد يستطيع أن يعيش على الخارج أو على الآخر، هو تفجير طاقاتك وتحويل البلد بإمكاناته الزاخرة دي، والحديث الجميل اللي بنتكلم عنه دائما وأبدا واللي يعلم كل سوداني ويحفظ عن ظهر قلبي، يعني بأنه نحن بلد يرقد على إمكانات مهولة، لكن كيف تفجير هذا الأمر؟ نحن في نهاية المطاف لن نكون بالبلد الذي نرجو إلا بأننا نحرك الإنتاج، بالإنتاج نستطيع أننا نتحكم في سعر الصرف، نستطيع أنه تحرير سعر يعني العملة يعني بالتحديد يعني أو تعويم الجنيه السوداني، هل يشمل الدولار الجمركي أيضا؟ خلاص هي باتت المسألة كلها واحدة الآن، وكان زمان بيتخطى السعر الجمركي باعتبار أنه سعر تأشيري، كانت الحكومة تتدخل في هذا الأمر لضبط حركة الصادر والوارد، الآن ما خلاص بقى البنك المركزي الآن دموع تماما عن هذه السياسات، ودائما كان بيلجأ يعني احنا حتى شفنا الحكومة في مرات سابقة يعني حاولت انها تحدث يمكن تقلل الشقة ما بين السعر، تقفز كل مرة ترفع السعر بتاع الدولار، لكن افتكر انه الان المسألة دي بهذا التحرير يمكن تكون مسألة صعبة جدا إن لم تصحب المعالجات دي على وجه الدقة، لكن أنا لا أدري هل أشار البيان إلى أنه السعر التأشيري أو حاجة من هذا القبيل. نعم يعني أيضا أستاذ يوسف يعني لم يرد مسألة الدولار الجمركي في البيان هذا يعني، ولكن السؤال لك هو يعني السيد وزير المالية أشار إلى أن الدعم سيستمر إلى نهاية العام كما قرأت في وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم يصدر هذا القرار من بنك السودان المركزي بتعويم الجنيه السوداني، يعني ألا يعني تنظر أن هذه يعني نوع من التناقضات الموجودة في الدولة السودانية؟ هو يتضح من فترة واضح أن الحكومة كما أسلفت وركزت قبل في حديثي على أنه قياب الشفافية بادئ الأمر، نحن شهدنا أنه في المؤتمر الاقتصادي الأخير لو تذكر أنه كان في مطالبات وفي توصيات رفعت أمنت على مسألة إبقاء الدعم على السلع الضرورية وما إلى ذلك، شهدنا أنه المسألة دي تم التوصيات، وحتى يعني الحكومة على مستوى قياداتها أثناء المؤتمر أو بختام المؤتمر الاقتصادي أكدت على التزامها بإنفاذ هذه التوصيات وكده، لكن ما حصل إطلاقا، بل على العكس يعني مضت الحكومة في سياسة هي قطعت فيها شوط. نحن لا نقدح في هذه السياسة كفكرة من أجل إخراج السودان، لكن دائما أبدا نتحدث عن المعالجات المطلوبة لأي يعني ظواهر أو تداعيات يعني تنجم عنها، وبكل تأكيد مثلا تحدث الخبير الاقتصادي من شوية عن مسألة برنامج ثمرات، وبسؤالك ليه أنا أفتكر أنه هو قال يعني ممكن أن يقدم 10,000 للأسرة دي، أنا أفتكر كم هي 40 دولار أو في الحدود دي يعني، هل تستطيع الحكومة أنه توفير هذا المبلغ المطلوب يعني لكم من الأسر، كم عدد الذين يحتاجون لهذا الأمر، هل تم إحصاء دقيق أيضا؟ مسألة الضمان الاجتماعي في السودان أفتكر إنها تحتاج الكثير والكثير جدا، حتى هنالك يمكن الحكومة ذاتها ليست على رأي واحد في هذه المسألة، هنالك من يرى ضرورة إحداث مشروعات بسيطة يعني تكفل عدد من الأسر، تعاونيات ما إلى ذلك، أما تقديم الدعم المباشر والنقدي أنا ما شايف أنه في إحصاءات واضحة لمسألة المتأثرين وذوي الدخل المحدود والفقر اللي نسبته طاحنة وكبيرة جدا. هو أستاذ يوسف طبعا قتلنا هذا الموضوع بحثا وتحليلا عن الجوانب، ويعني ركزنا على الجوانب السلبية، ولكن ربما تكون أيضا هنالك إيجابيات هذا القرار من وجهة نظرك كمحلل وصحفي،
في الوضع الراهن للاقتصاد السوداني، هل يمكن أن يعني تؤدي هذه الخطوة إلى إنعاش الاقتصاد السوداني وإخراج الاقتصاد السوداني من هذه الأزمة الخانقة؟ نعم، أنا أرى فيها سياسة معمول بها، أرى فيها إنها هي سياسة جريئة جدا، باعتبار إنه تستطيع من خلالها إنك تقيف على حجم يعني أو حجم عملتك تحديدا ووضعك الاقتصادي بشكل واضح، يعني تكشف الدولة بشكل كبير جدا، لأنه مسائل الدعومات وغيره هي مسائل في نهاية المطاف هي أمور يعني يمكن لمعالجة كثير من القضايا، لكنها هي عمليات يمكن مشوهة ومشوهة أيضا للاقتصاد وما بتديك جرايات حقيقية. أنا أتوقع أنه إذا مضت الأمور وتجاوزت الآثار القريبة، يعني لم تكن طاحنة بالشكل الممكن يعني يقلب الطاولة أو يحدث إشكالات أكثر من كده، أو تم مقبوله أو تم يعني كما عبرت كثير من السياسات التحرير رغم وطأتها، أنا أفتكر أنه في نهاية في آخر هنالك ضوء في آخر النفق، باعتبار أنه هو بداية الأساس أو الأرضية الصلبة اللي ينتظر أن السودان يضع فيها رجله حتى أنه يمشي لقدام. لكن الآن نحن لا نتحدث عن 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 الفلسفة الكلية لهذه المسألة بتاعت تحرير العملة أو التحرير عموما، لأنه دي مدارس معمول بها في عدد من الدول حتى الصين لديها، لكن دي دول عندها يعني دول صناعية منتجة كبرى جدا، ما بتشعر إنه في إنسانة بيتأثر بهذا الواقع. لكن نحن الآن نخرج رويدا، السؤال إنه نحن لما تزاد المحروقات قليلا تقوم الدنيا، باعتبار السودان سوق غير منضبط، أيضا تتأثر بنية المواصلات الحركة كل الأمور، فما بالك بمسألة التعويم وانعكاسها على الأسعار. نحن كنا نتمنى إنه نرى يعني أو نسمع سياسات مطمئنة لمعالجة كثير من الأمور، حتى يعني أخ أحمد لو تذكر مسألة التعاونيات وبرنامج سلعتي، يعني الحكومة تعاملت معه رغم العنوان البراق والأمور، لكن على أرض الواقع أنا أفتكر أنه ما حقق المطلوب يعني أو ما سد الحوجة الحقيقية يعني. فأنا أتمنى أنه يعني يكون هنالك معالجات تحد من الآثار كده. هو كما أشار الخبير الاقتصادي أيضا قال أنه بعد 6 شهور هو يتوقع أنه السودان يمكن يسترد أنفاسه قليلا وبعد ذلك عافيته. نعم، لكن حتى يونيو الذي حدده كيف تصير الأمور، هذا ما نتمنى. ستة أشهر يعني بالحساب حتى أغسطس. حتى أغسطس. نعم، نحن الآن في فبراير. نعم. يعني كما أشرنا وتحدثنا عن هذا الموضوع، يعني بالتحديد توحيد سعر الصرف، هل يمكن أن يؤدي إلى إيقاف هذا التضخم الهائل في بنية الاقتصاد السوداني؟ أنا أعتقد إنه طالما إنه الحكومة كانت تمضي في هذه السياسة وهي تعلم، أنا في رأيي إنه الموضوع ده بالنسبة للحكومة مرتبط بشكل أساسي بسياسة التحرير التي يعني أمليت عليها من قبل صندوق النقد الدولي، باعتبار إنه الحكومة لجأت لهذا الصندوق، واضح إنه الآن التجربة بتاعت يمكن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ينظر إلى نماذج وبلدان عايشت ذات الأمر، حتى هنالك إشارة إلى دخول يونتامس والاستفادة من إنه السودان حيكون فيه حركة بتاعت النقد باعتبار إنه يمكن توظيف عدد من. أنا أفتكر الحكومة تمضي في هذه السياسة بشكل كبير، وبناء عليه تكون قد خططت، دعنا نتفائل أن الحكومة تكون قد خططت بما فيه الكفاية بأنه ده يحدث بالنسبة لها حالة بتاعت سيطرة على سوق العملات، أو الآن خلاص هي تستطيع أنه تعيد تضع يدها على الاحتياطات النقدية المعقولة. أيضا البنك الدولي على سبيل المثال قبل أشرت لمسألة جمهورية مصر والاستفادة، مصر يعني محصلة ما جنته من صندوق النقد الدولي خلال 4 أعوام أو يزيد بلغ 12 مليار دولار يعني. أفتكر أنه
مبلغ زي ده لو السودان تسنى له بعد هذه يعني تطبيقه لهذه السياسات الى هذا الحد، انا متوقع انه بكون السودان عينه على تمويل من صندوق النقد الدولي. وده هذه السياسات الجديده والخطوه بعد معالجه تعويم مساله الديون السوداني، هل معنى ذلك سد الثغرات امام المضاربين بالعملات الاجنبيه؟ نعم بكل تاكيد في خطوه ممكن تكون بعدها واضحه، باعتبار انه هم كانوا هل ستختفي تجاره العمله؟ هل ستختفي مع هذه الخطوه؟ بكل تاكيد باعتبار انه خلاص اسعار موازيه. نعم ولكن يعني اذا اختفت هل هنالك كوابح ل يعني استقرار ووجود النقد الاجنبي حتى لا يتم يعني ايضا المضاربات مره اخرى؟ هو سيكون النقد الاجنبي متاح ومقفول بايدي اخرى، ستكون الحكومه هي الطرف كانها يعني ضمن اللاعبين في المشهد ده، يعني لا ميزه لها يعني اللهم الا ان تكون قد توافر اليها حجم عبر المصارف الرسميه اكبر حجم من النقد والاحتياطي النقدي. معنى ذلك ان الحكومه رفعت يدها عن الاقتصاد كليا تماما حتى الان، يعني رغم انه في حديث عن الدعم كما تفضلت انت قبل، ما بعرف يعني دي تبقت اخر النقاط، يعني الحكومه الان رفعت تدريجيا، الان الوقود والمحروقات باتت مرتبطه بالسعر العالمي وتراجع الاسعار ما بين نسبيا حتى الان. الغاز يمكن تتحدث الحكومه عن انه الى الان هي تتحمل عبء دعمه، وهنالك بعض الاشياء يعني انها تدعم فيها الحكومه لا تزال، ولا بد ان يستمر هذا الامر لانه بخلاف كده بتكون تضع الامور على كارثه كبيره يعني. يعني استاذ يوسف لدينا موضوع اخر في هذا المحور، ربما الزمن لم يسعفنا كثيرا للحديث عنه، ولكن اجمالا انعقدت لجنه مختصه تهدف الى امكانيه استعاده نظام الحكم الفيدرالي او الحكم الاقليمي، وذلك تماشيا مع اتفاق جوبا للسلام الموقع في شهر اكتوبر الماضي، ويعتبر هذا الاجتماع الاول الذي تعقده اللجنه المختصه والتي شكلها رئيس مجلس السياده الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وجاء الاجتماع برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي بمكتبه بالقصر الجمهوري. الاجتماع ناقش إمكانية إنشاء وتكوين الأقاليم على ذات الاتفاق الذي تم في اتفاقية جوبا لسلام السودان. أستاذ يوسف، بعد اتفاق السلام، طبعا هذه واحدة من نصوص اتفاق جوبا لسلام السودان، العودة إلى النظام الفيدرالي، هل هو يعني الخطوة الصحيحة؟ يعني شهدنا في الأعوام السابقة في حكومات سابقة نظام الأقاليم ومن ثم العودة إلى الحكم المركزي، والآن مرة أخرى العودة إلى نظام الأقاليم مرة أخرى، هذه الخطوة يعني كيف تنظر لها؟ نعم دعنا أخ أحمد بداية نتحدث عن أنه واضح أنه هي ليست فترة انتقالية عادية باعتبار أنه قضايا مصيرية. نعم هي قضايا مصيرية. نعم يمكننا أن نتابع تقريرا إخباريا. نعم أعدت هذا التقرير زميلتنا أماني عبد الرحمن السيد، نتابع التقرير ومن ثم نتواصل. قرار مرتقب بعودة السودان لنظام الحكم الفيدرالي الإقليمي وفقا لاتفاق جوبا الذي وقع في 3 أكتوبر تشرين الأول بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح. النظام الجديد يقوم على تغيير الحكم في السودان من نظام الولايات 18 إلى نظام الأقاليم، حيث يقسم السودان إلى 8 أقاليم. تتمتع الأقاليم بصلاحيات وسلطات حقيقية، وأن تكون الحقوق بين المواطنين على أساس المواطنة، على أن يضمن كل ذلك في الدستور القادم. أنا سعيد أقول للناس إنه إحنا وصلنا لاتفاق حول مستقبل إقليم دارفور وأقاليم السودان المختلفة. اتفقنا على العودة للنظام بتاع النظام الإقليمي الفيدرالي، واتفقنا على إقامة مؤتمر للحكم في خلال 6 شهور من ما لا يتجاوز 6 شهور من توقيع اتفاق السلام. هذا ومن المتوقع أن مؤتمر للحكم والإدارة 6 أشهر تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاق. الغرض من المؤتمر
وضع حدود بين الأقاليم وتحديد مستويات الحكم الاتحادي وهيكل الحكم الإقليمي وسلطات الحكومات المحلية، العودة إلى نظام الأقاليم أو قانون الحكم الفيدرالي الذي يعتمد من مجلسي السيادة والوزراء. تبينت آراء المحللين السياسيين حوله، إذ يرى البعض أنه يحمل الكثير من الإيجابيات. هذه واحدة من خطوات اتفاق السلام، اتفاق السلام هو الذي تم توقيعه بين الحكومة الإقليمية والحركات المسلحة، فأعتقد هذه الخطوة هي ستساعد كثيرا في حل حالة المشكلات الإدارية التي كانت تعاني منها ولايات السودان المختلفة. وهذه المسألة كما ذكرت هي ذات يعني تقصير الظل الإداري والعودة إلى العمل بشكل جيد وترتيب الأمور والأولويات للمرحلة الانتقالية. بينما يقول البعض إن تحديات جسام تنتظر الفترة القادمة. هناك مشكلات تصاحب مثل هذه النماذج، خاصة في حالة خاصة الأحياء الفيدرالية واسعة. نحن في بلد تعاني هشاشة اجتماعية، نعاني مشكلات جهوية وعنصرية. في حال إعطاء صلاحيات واسعة لبعض الأقاليم يمكن أن تكون نواة لانفصال إلى دول أخرى سودانية. هذا أعتقد واحدة من المشاكل الأكبر. أيضا إلى ذلك الإمكانيات والموارد، العلاقة ما بين الإقليم وبين المركز. هناك أقاليم فقيرة جدا، هناك أقاليم غنية جدا. هل سيتم التوزيع بالتوازي أم سيكون هناك خصوصيات؟ يذكر أن ملف العودة إلى نظام الأقاليم أخذ حيزا كبيرا في التفاوض الذي كان بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح في جوبا حتى كلل بالعودة مرة أخرى. فصل جديد في إدارة الحكم في السودان يبدأ بالعودة إلى نظام الأقاليم حسب نص اتفاقية السلام في جوبا، يبدأ بعد شهر واحد من قيام مؤتمر الحكم والإدارة المقرر له الأيام القادمة. أماني عبد الرحمن السيد، تلفزيون السودان، الخرطوم. شكرا أمانة عبد الرحمن السيد. يوسف، في نصف دقيقة داها من الوقت، هل تصلح الفيدرالية ما أفسدته المركزية؟ نعم، بكل تأكيد نظام الفيدرالي نظام مفيد لأي أقليات عرقية أو ثقافية، أيضا بحجم نظم الاستبدادية ما بيكون عندها وجود مع الدولة ذات التكوين الفيدرالي، ده بيقلل يعني المقامرات الأنظمة الاستبدادية باعتبار إنه بيكون هنالك ما يشبه حالة بتاعت كل إقليم له خصوصيته في إدارة شأنه. أيضا عدد النظام الفيدرالي الموجود بأجمل النماذج فيه موجود في أوروبا، لكن إحنا في لسه في أوقات يمكن الاتفاقية أدت دارفور خصوصية، لكن السؤال ماذا عن بقية الأقاليم والولايات الحالية؟ هل يعني ما سبق هذا الأمر نوع من أو مؤتمر حتى إنه يبت في الأمر، بل تمت الإشارة للمؤتمر حتى خلاص عشان يجي على الأمر الواقع. ذلك مؤتمر إقليمي للحكم سيجيب على هذا التساؤل بالتحديد. شكرا جزيلا صحفي والمحلل السياسي يوسف سراج الدين، كنت معنا ضيفا ومحللا من خلال هذه الحلقة. إذن إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج محور الأحداث، إلى أن نلتقي في حلقات أخرى، تحياتي والفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.